بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني النهاردة أن أكلمكم عن الجديد في تشخيص وعلاج أمراض القلب. طبعا يعني أمراض القلب انتشرت انتشار شديد أوي في مصر، وده يرجع لعوامل كتيرة، وجود الضغوط النفسية الكثيرة، الإفراط في تناول الوجبات السريعة، التدخين بشراهة، الابتعاد عن ممارسة الرياضة، السمنة المفرطة، انتشار السريع أو انتشار لأمراض السكر والضغط، كل ده بيؤدي لارتفاع نسبة الإصابة بالشرايين التاجية والإصابة بالقلب. طبعا التشخيص يعني أمراض القلب من الحاجات اللي هي لازم تشخص بدري وتتعالج بدري. التشخيص العادي ان احنا بنشخص عن طريق الفحص الاكلينيكي بتاريخ المرضي، برسم القلب، بالموجات الصوتيه للقلب، بالنظائر المشعه، رسم القلب بالمجهود، بالقسطره، بالاشعه المقطعيه متعدده المقاطع. الجديد في التشخيص دلوقتي احنا بنشخص الحاله بهذه الوسائل، يعني بيطلع مثلا عيان عنده اصابه في الشريان التاجي. الجديد في التشخيص ان احنا بنستخدم ممكن الاشعه المقطعيه متعدده المقاطع في بعض الاحيان، دي ممكن تغنينا على الاسطره لحد كبير في الحالات اللي انا مش شاكك ان يكون فيها ضيق جامد في الشرايين. الاستخدام الاسطره طبعا معروف، وده اي حاله بتشخص عندها قصور في الشريان التاجي وعندها اعراض الاصابه بالالام مستمره او اصابه حاده بالشرايين التاجيه، يعني عندنا المريض اللي بيجيله إصابة حادة نتيجة انسداد فجائي في الشريان التاجي بيؤدي لجلطة أو ذبحة غير مستقرة، ده بيحتاج ممكن ملمورج بالمراحل اللي فاتت دي كلها، ممكن نعمله رسم قلب، بنعمله تحليل إنزيمات قلب وندخله قسطرة على طول من غير ما نعمله الفحوص الأخرى، لأن بيكون الوضع حرج والوضع لازم التايم فيه أو الوقت فيه مهم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا بقالي مرتين كده كل ما اجي انام اصحى من النوم مش بتنفس، يعني ما فيش نفس ولا داخل ولا خارج. ايوه. فبروح قايمه من النوم اقعد افضل اتنفس ما فيش نفس، يعني اكني ما فيش اكسجين داخلي. ايوه. لغايه اما مره واحده اعمل كده بحيث ان النفس يدخل لي تاني. بيجي مره واحده برضه. يعني تكوني حضرتك نايمه وتقومي بعد فتره معينه من النوم على نهجان او خنقه. مش نهجان، ده مفيش نفس خالص يا دكتور، مفيش نفس. هل عندك حضرتك اي تاريخ مرضي لاصابه بحمى روماتيزميه، حاجه في الصمامات او؟ لا لا خالص، مفيش اي تاريخ مرضي. هو قد يكون يعني لو لازم طبعا تتفحص كويس ونتاكد ان مفيش حاجه في الصمامات او في عضله القلب، لان في بعض الاحيان بيحصل فيه احتقان في الرئه بعد ما الواحد بينام بفتره معينه، لو في ضيق في الصمام او في ضعف في العضله او ما شابه، ده ممكن ياثر او يعمل لنا احتقان في الرئه بعد عدد ساعات من النوم. ولكن انا اعتقد برضه ممكن تكون حاجه نفسيه او حاجه، ممكن في حاجات تانية ممكن تؤدي الواحد نفسه مش واخد نفسه مرتاح، لو واكل ونايم على طول وفي ضغط على الحجاب الحاجز من القولون ممكن يعمل اعراض زي دي. فطبعا الحالات زي دي لازم تتفحص كويس، يعني ونعرف ايه اللي عندك بالظبط. يعني انا اكشف ايه دكتور؟ اكشفي قلب او اكشفي باطني وهيقدر يشخص حالتك. لو مفيش حاجه في الصمامات او في حاجه في العضلة هيبقى غالبا حاجة ممكن متعلقة يعني بالقولون أو حاجة في الجهاز التنفسي. شكرا يا فندم، مع السلامة. هنكمل كلامنا عن الإصابة الحادة بالشريان التاجي، وإحنا قلنا في الحالات دي لو جاله آلام مفاجئة في الصدر ودخل وتشخص إن هي ذبحة صدرية غير مستقرة أو جلطة في القلب، ندخله في القسطرة على طول وبنبتدي نعمل له القسطرة. لو في جلطة موجودة بنسحب الجلطة وبنحط دعامة. الجديد ان في مصر دلوقتي عندنا حاجة اسمها دعامة الحياة. دعامة الحياة ان المريض اللي بيجي له ألم في الصدر ويتشخص في أول ساعة أو 90 دقيقة وبيتشخص ان هو عنده زبقة جلطة حادة في القلب، بندخله القسطرة على طول، بنعمله من غير أي إجراءات، يعني من غير ما بيدفع حاجة، من غير ما يكون في ليه تأمين، أو بناخد الإجراءات على طول ما نضيعش وقت، بندخله القسطره، بنعمل له القسطره، بنسحب الجلطه، بنحط دعامه. بعد كده الاجراءات الروتينيه بقى من اجراءات او ورقيه والكلام ده كله بعدين بيتم في الاخر. لكن اهم حاجه عندنا ان احنا ننقذ العيان
وننقذ عضلة القلب، لأن كل ما اشتغلنا بدري على الشريان وكل ما فتحنا الشريان بدري كل ما أنقذنا العضلة بتاعت القلب. ده الجديد اللي احنا بنعمله حديثا، ان احنا سرعة التشخيص وسرعة العلاج. الحاجات الحديثة بقى في العلاجات القلب، احنا طبعا دي شرايين تاجية، يعني في كثير قوي من الوسائل التشخيصية الحديثة، يعني في احيانا بنعمل قسطرة بنلاقي ان الضيق اللي موجود مش عارفين ده ممكن نركب له دعامة او ما نركبلوش. بنستخدم حاجات حديثة زي الموجات الصوتية للشرايين من الداخل او المنظار من الداخل، بنشوف القطر بتاع الشريان قد ايه وهل الضيق ده مؤثر ولا لا، او بنستخدم حاجة الموجات الصوتية الدب، حاجة فلو واير كده سلك بنحطه بنشوف فيه الضغط في الشريان بعد ما نحي المادة وقبل ما نحي المادة، وبنشوف هل في الاحتياطي بتاع الشرايين التاجية يسمح او ممكن ما نعملش تدخل او نعمل تدخل. دي من الحاجات الجديدة. الحاجات الجديدة بقى قوي في القلب غير الشرايين التاجية اللي هو استخدام الاستغناء عن الجراحة في حاجات كتير قوي. يعني ممكن نستغنى عن الجراحة دلوقتي في عيوب خلقية كتير، يعني كان زمان اللي عنده ثقب بين الأذينين لازم بنعمله جراحة، دلوقتي ممكن بنقفلها بالقسطرة والعملية ما بتاخدش يمكن أكتر من ربع ساعة، وإلا المريض بيخرج تاني يوم على رجليه ولا بنج كلي بنج موضعي مجرد في مكان دخول الجهاز اللي احنا مدخله. كذلك برضه في الثقب بين البطينين، كذلك في القناة الشريانية بدل ما بنعمل جراحة وبتبقى يقعد المريض فترة طويلة ممكن نعملها بالقسطرة. استخدام برضه الدعامات في اختناق الشريان الأورطي، يعني في الشريان الأورطي أحيانا بيبقى في اختناق، كان زمان بتبقى عملية كبيرة قوي وعملية ممكن نسبة النجاح فيها مش عالية قوي، دلوقتي بالقسطرة وبالتوسيع ممكن نوسع دي الشريان الأورطي ونحط فيه دعامة. الجديد برضه دلوقتي إن احنا بنستخدم ممكن نركب صمامات، يعني كان زمان الصمام لازم بنفتح القلب قلب مفتوح ونغير الصمام، دلوقتي بيتم بنجاح كبير جدا استبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة، وكان عندنا في معهد القلب عملنا تقريبا 6 حالات وبنجاح تام، مفيش أي حالة وفيات، مفيش أي حالة تدهور في فده طبعا فتح جديد إن احنا ممكن عن طريق التقنية الحديثة إن احنا ممكن نستخدم التقنية في تغيير الصمام، في عمل غلق الثقب، كمان حتى في الصمام الميترالي كان زمان بعيد قوي عن المنال، أو في الصمام الميترالي احنا بنوسع الصمام الميترالي بالبالون ده عادي لو في ضيق، ولكن في حالات ارتجاع الصمام الميترالي كان لازم يتم اجراء جراحه نغير الصمام او نصلح الصمام، دلوقتي ممكن نصلح الصمام عن طريق القسطره القلبيه. ده برضو فاتحه خير وتقدم بالنسبه لاستخدام كل التقنيات ان احنا نتجنب الجراحه بقدر الامكان، نتجنب ان المريض يقعد فتره طويله في المستشفى. من الحاجات برضو الحديثة ان احنا بنبتدي ممكن نستخدم دلوقتي حاجة الخلايا الجذعية، يعني الخلايا الجذعية ممكن نستخدم خلايا جذعية ان احنا بنحقنها في الشرايين التاجية في بعض الحالات اللي فيها ضعف في عضلة القلب او فيها قصور شديد في الشريان التاجي، ففي الحالة دي ممكن نستخدم بنحقن الخلايا الجذعية وبليها مردود طيب. استخدام الادوية الحديثة برضو الادوية اللي هي بتذيب الجلطات، الادوية اللي هي بتحسن سريان الدم في الشرايين، دي حاجات برضو جديدة ومستحدثة، ودي ليها تأثير يعني قوي وتأثير فعال، وممكن بيغنينا يعني العلاج الدوائي. برضو عاوز أنبه إن العلاج الدوائي علاج مهم، يعني مش كل الحالات لازم نعملها جراحة ولا كل الحالات لازم نعمل لها قسطرة وتوسيع، لكن ممكن بالعلاج الدوائي في حالات كتير أو ممكن تشفي لو إحنا تحكمنا في المعايير معينة، تحكمنا في ضغط الدم، تحكمنا في السكر في الدم، تحكمنا في الدهون نسبة الدهون، تحكمنا في النشاط بتاع المريض، بنوصله لأرقام معينة، يعني الكوليسترول الـ حاجة اسمها LD يقل عن 100، الضغط يقل عن 120، السكر الضبط اللي هو الهيموجلوبين السكري بقى 6، الوزن يبقى مثالي، مع الأدوية دي كلها بتبقى ممكن تغني عن الجراحات وعن القساطر وعن العلاج التداخلي تماما. في برضو حاجات في القلب برضو مش عبارة عن شرايين تاجية وعبارة عن صمامات بس، لا ده في عندنا عضلة القلب، يعني في تضخم عضلة القلب تضخم خلقي، ممكن برضو عن طريق ما نعملش جراحة بنعمل
بنحقن ماده للجزء اللي هو متضخم في العضله، بنحقن في الشريان المغذي ليه زي كحول بنحقن ده، وبالتالي بنستخدم ان احنا نعمل عمليه جراحيه او نعمل استئصال للعضله او نركب صمم. برضو في عندنا حاجه مهمه قوي الناس يمكن غافل عنها، اللي هي ارتفاع ضغط الشريان الرئوي الاولي اللي هو ملهوش سبب، وده بيبقى فيه موجود في قطاع كبير قوي، وده بيبقى ليه اعراض كتيره. يعني اعراض بيبقى اجهاد، زرقان، مجهود قليل جدا، وده بيجي ساعات بسبب او بدون، يعني ما بيبقاش سبب واضح. النوع دوت فيه ادويه حديثه جدا استخدمت دلوقتي بتغني عن تدخلات كتيره وبتحسن المريض. برضو من الحاجات الجديده ان احنا ممكن نستخدم الاسطر في بعض الحالات، ان احنا ممكن نحدث ثقب ما بين الاذينين بحيث ان احنا نقلل الضغط في البطين الايمن والاذين الايمن، وبالتالي ممكن المريض يتحسن حالته الى حد كبير قوي. في النهايه انا بحب اقول ان بالنسبه للقلب الوقايه خير من العلاج. يعني انا مش لازم استنى لما الشرايين تتعب وابتدي اعالجها، مش لازم استنى لما العضله تضعف واعالجها، مش لازم استنى لما يجي التهاب على صمام واعالجه، لازم احنا نتخذ الاجراءات الوقائيه. الاجراءات الوقائيه ان احنا نبتدي بحياه معتدله. الحياه المعتدله يعني ما فيش افراط في الطعام، ما فيش افراط في المجهود، في الرياضه المستمره، ما فيش وزن زايد، تحكم في الامراض الموجوده، ضغط، سكر، ارتفاع دهون. في النهايه يعني بنتمنى للجميع الشفاء، ونتمنى التقدم باستمرار بحيث ان احنا نستغنى عن استخدام الوسائل النافذه، يبقى كل الوسائل بتاعتنا بسيطه، وكل ما كانت بسيطه كل ما كان المضاعفات قليله، وكل ما كان الشفاء ان شاء الله باذن الله تعالى مرجو تماما. والسلام عليكم ورحمه الله. قناة الصحة والجمال، دكتور في بيتنا. الصحة والجمال كلنا متجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفي ساعة جديدة من برنامج أريد طفلة. هذا البرنامج الذي يختص بمشكلات الذكورة وعلاج تأخر الإنجاب. طبعا في الحلقات اللي فاتت شفنا مواضيع مختلفة بتخص أمراض الذكورة، وعلى رأسها طبعا تأخر الإنجاب وأحدث الوسائل لعلاج تأخر الإنجاب عن طريق الحقن المجهري، وهو أحد وسائل الإخصاب المساعد. وتحدثنا أيضا في حلقات سابقة عن حالات انعدام الحيوانات المنوية داخل السائل المنوي كإحدى المشكلات، وتحدثنا أيضا عن مشكلة الدوالي الخصيتين والتي تصيب الكثير من الرجال وتوجد بنسبة 20% من عامة الرجال. النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا جدا، وهي حلقة خاصة شوية وقد تكون موجهة إلى الرجال بشكل أخص، يعني كان لازم نحن نتكلم فيها، لكن الحديث في هذا الأمر يعني بيوضع تحته خطوط كثيرة، لكن كيفية تناول المواضيع هو ده الفارق بين طريقة العرض وطرق العرض الأخرى. موضوعنا النهاردة عن الضعف الجنسي عند الرجال، الضعف الجنسي عند الرجال. وطبعا احنا كمجتمع شرقي لما بنيجي نتكلم في حاجة زي كده بينظر للشخص بنظرة مش ولا بد شوية. هي حقيقة مرض ومشكلة تؤرق الكثير والكثير من الرجال الذين أصيبوا بمثل هذه المشكلة.
لكن المشكلة الأكبر إن أنا أسمح لنفسي إن أنا أخجل إن أسأل مشورة طبية في حاجة زي كده، لأن ده ممكن يسبب فيما بعد لا قدر الله بطلاق أو انفصال بين الزوجين لسبب مشكلة معينة، والزوج في نفس الوقت هو محرج إن هو يتصل لأن يعني أو محرج إن هو يسأل مشورة طبية أو يتوجه لطبيب ذكور علشان يقدر إن هو يعالج المشكلة اللي عنده، وفي نفس الوقت هو ما بين يعني نار ما بين إن يثبت رجولته أمام نفسه وبين أصدقائه ويثبت رجولته أيضا أمام زوجته اللي ممكن فيما بعد زي ما قلنا إن هي تتطرق لمشكلة الانفصال عن الزوجين. وكثير من الأزواج يعني كأنه يطلق عليه الزواج السلبي، الزواج بدون اللقاء الحميم أو بين اللقاء بين الزوج والزوجة. اسمحوا لي أن احنا نتكلم النهاردة في هذا الموضوع لأنه فعلا مشكلة بتؤرق الكثير وعايزين نطرحها بشكل علمي وبشكل مهذب. لذلك أنا أقول أن هذه الحلقة موجهة للرجال فقط مع ضيفي وضيفكم دائما الأستاذ الدكتور عمرو الأهواني، استشاري أمراض الذكورة وعلاج تأخر الإنجاب بكلية الطب القصر العيني. في البداية برحب بحضرتك يا دكتور عمرو النهاردة، أهلا بك يا دكتور، وأرجو إن احنا نقدر نتناول الموضوع النهاردة بشكل يرضى أو مرضي للمشاهدين بشكل برضو لا يخدش حياء الوجه، ونقدر إن احنا نجاوب على تساؤلات ومشكلة كبيرة عند بعض الرجال وهي مشكلة الضعف الجنسي. لو حبينا نبدأ يا دكتور ونقول ضعف جنسي، يعني إيه ضعف جنسي؟ وامتى انا اعرف ان انا مصاب بضعف جنسي؟ طيب هو الاول قبل ما اتكلم عن ما هو الضعف الجنسي، انا عايز اقول ان حضرتك اديت مقدمه فعلا ان هو ممكن الضعف الجنسي يسبب مشاكل ما بين الزوج وزوجته، بل هو احنا ساعات بنقابله كتير جدا ان احنا بنلاقيه هو سبب ان تاخر الانجاب او انعدام الانجاب. ممكن تلاقي متجوزين بقالهم 3 سنين وتلاقيهم راحوا لدكاتره كتير وقعدوا يدوا الراجل علاج عشان خاطر الحيوانات المنويه، والست تعمل فحوصات وتحاليل ومحدش فكر يسالهم انت اخبار العلاقه الزوجيه ايه؟ هو ممكن هم يكونوا من ساعه ما اتجوزوا، انا مره شفتها في ناس متجوزين بقالهم 5 و6 سنين، 5 و6 سنين ما حصلش اي نوع من العلاقه الزوجيه، فبالتالي ما حصلش انزال للسائل المنوي فالست ما حملتش، هو ده مشكلتهم الاساسيه. فنبتدي ساعتها بنبحث ايه سبب ان هو عدم اتمام العلاقه الزوجيه. لما نتكلم على الضعف الجنسي للرجال وهو احد اسباب فشل العلاقه الزوجيه، يعني في مشاكل بتبقى في الستات، يبقى الراجل بقى كويس بس الست هي اللي فيها المشكله. يعني احيانا قد تصاب المراه بضعف جنسي ايضا. يبقى عندها مشكله اشاره موجوده في مصر حاجه اسمها الفاجينيزمس. هي دي من اسباب اللي بنسميها ان كونسوميتد مارج او فشل ليله الزفاف. احنا عندنا نتكلم على فشل ليله الزفاف ان هو ليله الدخله زي ما الناس بتقول، ان هو ما حصلش علاقه. فطبعا ممكن يبقى سبب الراجل عنده ضعف جنسي وده هنتكلم عليه النهارده بالتفصيل. ممكن الست نفسها يبقى عندها مشكله، عندها حاجه اسمها فاجينيزمس، هي خايفه. يعني ايه فاجينيزمس؟ ان هو بيحصل انقباضات تقلصات في العضلات في عضلات الحوض وعضلات المهبل وحتى الفخاذ نفسها. من الخوف؟ من الخوف، ان هي بتبقى اساسا دايما معتقده او هي اتربت على ان الراجل ده. دكتور احنا في مجتمع شرقي بتلاقي البنات مع صديقاتها في المدرسه، بتلاقي المتزوجات في اماكن الا ما رحم الله، كلام بيروح ويجي في الموضوع ده بشكل. هو الموضوع اساسا دكتور صلاح بيبقى الستات البنات اللي بيجيلهم الموضوع ده بيبقى يا اما سمعوا كلام من والدتهم. أيوة. طول عمرهم اتربوا بالظبط الراجل ده اوعى تقربي له، اوعى الراجل ده يقرب منك، ما استحالة يلمسك، فهي بقت جوه عقليتها الراجل ده بالنسبه لها حاجه مخيفه، الراجل ده هيضايقها او هيعملها مشكله. غير انها ممكن بتسمع من صاحباتها دايما ان العضو الذكري او ساعه الجماع اول مره تبقى مؤلمه جدا، فهي خايفه من الالم بتاع اول مره، فبالتالي بتفضل انها عامله في حاله رفض للزوج. بس ده مش موضوعنا النهارده، احنا النهارده هنتكلم على موضوع اللي هو الضعف الجنسي. تمام. عند الرجال ما هو الضعف الجنسي؟ هو الفشل في اتمام العلاقه الزوجيه او الحفاظ على الانتصاب، ان يكون في انتصاب او ان هو يحافظ على الانتصاب اكتر من 50% من مرات محاوله الجماع. يعني لو حصل 10 مرات محاوله جماع ممكن هو لو هو مثلا لو حصل 5 مرات منهم ما قدرش ان هو يحصل انتصاب كامل، يبقى هنا ابتدى ان بقى في ضعف جنسي. لو 4 مرات بس ما فيش مشكله، لو 3 مرات ما فيش مشكله، ان الراجل ممكن مش كل مره يجي يعمل علاقه زوجيه بيبقى كويس. الفشل ده يا دكتور فشل انتصاب بقى فشل تام، ولا هو بيحصل نوع من الانتصاب القليل للعضو الذكري ثم ذلك يرتخي بسرعه؟ لا انا قلت في ان هو الحصول على الانتصاب او محاوله المحافظه على الانتصاب اثناء الجماع، يبقى يا اما يعني بقى نوع الفشل قد يكون فشل كلي في الانتصاب، ان هو من الاول فشل في المحافظه على ان هو ما حاولش الحفاظ على الانتصاب. تمام. وفي نقطه عايز دايما اقولها دايما عشان في رجاله كتير قوي بيختلف الموضوع عليهم. في فرق ما بين ضعف الانتصاب وسرعه القصف. يعني يجي لي راجل عنده ضعف انتصاب لازم اعرف المشكله عنده اساسا ضعف انتصاب ولا هو عنده سرعه قصف. ان في ناس عندها سرعه قصف رهيبه ممكن اقل من 10 20 ثانيه. اول الراجل طبيعي زي ما احنا عارفين اول ما بينزل السائل المنوي بيحصل ارتخاء. يبقى مثلا هو عنده ارتخاء
عشان هو اساسا حصل له سرعه قصف، حصل له قصف مبكر فممكن يعد ده ضعف انتصاب، يفتكر ان ده ضعف انتصاب او زوجته يبدا يفتكر ان ده ضعف انتصاب. يبقى احنا قلنا ضعف الانتصاب هو عدم القدره على الانتصاب او عدم القدره على